وعودة إلى بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اتفاق التطبيع الذي تم بين السودان والكيان الصهيوني، حيث ينضم إلينا الآن الدكتور ثامر العنواني مقرر القسم السياسي في الهيئة، ينضم معنا عبر الهاتف من عمان. مرحبا بك دكتور ثامر. أصدرتم بيان في الهيئة، هيئة علماء المسلمين، بشأن اتفاق التطبيع الذي تم بين السودان والكيان الصهيوني. بما تفسرون دكتور يعني هرولة بعض الدول وآخرها السودان للتطبيع مع الكيان المحتل؟ حياكم الله أخي الكريم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. طبعا واضح جدا من خلال الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية بزعامة ترامب أنها تعاملت مع حكومات بعض الدول العربية على معرفة أطماع بعض زعماء المنطقة بالحكم في بلدانهم، بمعنى أن مصالح بعض الأشخاص في الحكومات العربية استفاد منها ترامب وبدأ يغري الطامحين والطامعين بالسلطة بالدعم المعنوي والإعلامي لتسلم زمام الأمور في بلدانها. وهناك من يوالي الظالمين والمتجبرين ظلما وعدوانا من باب أن الله أراد أن يفضحهم، يفضح المتسترين بالوطنية، يفضح المتسترين بالمبادئ، الذين يدعون أنهم يحافظون على الأمة. أتت هذه قضية التطبيع لتظهر على العلن بشكل فج وغير مبرر هذه الخطوة، خطوة التطبيع. أما حالة السودان فحقيقة هي أتت بضغوطات أمريكية كما أشار بيان الهيئة اليوم، ضغوطات واضحة وهي رفع العقوبات والحصار على السودان بمقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. طبعا هو عمل مرفوض، عمل مدان، ولكن هذا هو الواقع. ولذلك سارع رئيس الحكومة السودانية بمحاولة ربط هذا الأمر لذر الرماد في العيون، لكن هو عمل في النهاية عمل مرفوض، عمل مدان، خصوصا أن الشعب السوداني هو من يستنكر التطبيع. ولكن للأسف الحكومة لم تلقي بال للرأي الشعب الواسع، مظنة منها أن التطبيع سيحررها من مشاكل، بينما التجارب تقول أن الأمور لن تفيد الدولة السودانية مع التطبيع مع الكيان الصهيوني. في بيان دكتور يبدو يعني أنكم ترون أن السودان ذهب إلى التطبيع مجبرا، يعني رغم أن الأنباء تحدثت وتناولت منذ أشهر، يعني ليس الآن فحسب، هناك لقاء حصل يعني بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال في أوغندا، يعني ما تعليقك على ذلك؟ حقيقة السودان تبحث منذ سنوات عن مخرج من الأزمات الاقتصادية وتخفيف العقوبات على السودان منذ عشرات السنين، وأمريكا للأسف أمريكا ظالمة، لم تفتح بابا أمام السودان إلا بوابة التطبيع، من طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني للانفتاح على العالم الخارجي ورفع العقوبات. وللأسف هناك دول عربية تعاونت مع الإدارة الأمريكية لجر السودان إلى التطبيع، لأنها تريد أن تغرق الجميع بالخيانة، تريد أن تغرق الجميع بالخذلان، حتى لا تكون وحدها تواجه الرفض المجتمع الشعب العربي والإسلامي. هذا التصرف أهوج، تصرف أناني غير سليم. بيان الهيئة اليوم أشار إلى هذه الظروف التي جرت السودان إلى التطبيع، ولكن في نفس الوقت هذه مبررات مرفوضة كما صرح بيان الهيئة بذلك، لأن السودان عرفت منذ عشرات السنين أنها دولة صاحبة مبدأ اللاءات الثلاث، وهي لا للصلح مع الكيان الصهيوني، لا الاعتراف بالكيان الصهيوني، لا تفاوض مع الكيان الصهيوني. هل تعولون دكتور على الشعب السوداني في رفض هذه الاتفاقية؟ حقيقة هي الصفقة التي وقعتها حكومة السودان وهي حكومة مؤقتة، صفقة تمس السيادة السودانية، لأنها كما أسلفنا سابقا هي صاحبة مبدأ اللاءات الثلاثة، هي خطوة عرضها الشعب السوداني بشكل واسع وصريح. منذ يومين الشعب السوداني يستنكر ويندد هذه الخطوة، والشعب السوداني يريد أن يقول لا مانع من استمرار العقوبات الظالمة، لا مانع من محاصرة السودان عشرات السنين مرة أخرى، ما دام أن القضية هي قضية القدس، قضية فلسطين، لأنها من مبادئ الشعب السوداني الحي بصموده. نعم هي ضد السيادة، ضد سيادة السودان، لأنها أتت بأوامر أمريكية وضغوطات أمريكية فضلا عن ضغوطات دول عربية أخرى. الشعب السوداني حي وسيقف أمام هذه الخطوة، وعلى الحكومة السودانية أن تعي جيدا أن الكيان الصهيوني يريد الاستفادة
الاقتصادية من طريق السودان، لأن البوابة إلى القارة الأفريقية يريد الكيان الصهيوني أن تكون عن طريق السودان، إضافة إلى أن العدو يعلم أن الشعب السوداني سيقف ضد التطبيع، فأرادت إسرائيل وأمريكا أن تضرب الشعب السوداني بالحكومة، وهذا يعني أن هناك مزيد من الانقسام بين المجتمع السوداني، وهي خسارة كبيرة جدا للسودان، بمعنى أن التطبيع سيجر السودان إلى مشاكل أكبر وأكبر مما هي عليه اليوم، لأن الهدف الذي أراده ترامب أرادته إسرائيل ليس فقط هو التطبيع، وإنما زرع الخلاف بين المجتمع السوداني، وقد أشار بيان الهيئة اليوم إلى هذه الخطوط وإلى هذه الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني لبثها بين الشعب السوداني. طيب دكتور تامر، سجلتم موقفكم الرافض لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن السؤال يعني ما الخطوات العملية لمقاومة هذا التطبيع شعبيا على الأقل يعني بعد هذه الهرولة من الحكومات نحوه؟ حقيقة بيان الهيئة اليوم كان واضحا في أنه يستنكر استنكارا شديدا هذه الخطوة من الحكومة السودانية، وقد سجل البيان الأسف البالغ لتنكر الحكومة السودانية للشعب السوداني. الهيئة نعم هناك دعت إلى أنه يجب الوقوف مع الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه، الشعب الفلسطيني الذي ضحى منذ سنوات بأبنائه وبكل ما يملك من أجل تحرير القدس وتحرير فلسطين، واجب على الشعوب الإسلامية اليوم أن تتحد شعبيا في رفض هذا التطبيع، ثم توحد تام وكامل من المنظمات الشرعية والمنظمات الإنسانية والحقوقية شعبيا بممارسات ديمقراطية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا لكم دكتور ثمر العنواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.